حتى. السلام عليكم أصحاب وين البديل؟ الجماعة اللي شغلونا إيش البديل؟ كيف البديل؟ وين الفتيل؟ حصلنا البديل. وعليكم السلام يا خبراء. عندي سؤال، ليش بالإنستجرام ما يطلعش الاسم كامل؟ يطلع الأرقام، أرقام السيارات EBM 733. وعليكم السلام، صبح صبح يا جميل، حياك يا جمال، حياكم الرب. على كل اليوم احنا نجيب على سؤال، يعني وجدنا الحل كما يقولون. اللي كانوا يقولوا ايش البديل، وين البديل لعبد الرب منصور هادي، وين الفتيل، وين الحمار، وادي دمار مو كسوته حرير الجنه واقلب بنا. البديل موجود يا شباب، البديل انه عبد الرب منصور هادي يكلف شخص كنائب رئيس للدوله ويسلمه كافه الصلاحيات، وعبد الرب منصور هادي يبصر له قبه ويجلس وسطه اسد مفرشه. ما ينفعش الحمار هذا، ما ينفعش رئيس فصل قريقي يتصور. هذه المهام تسلم كلها لنائب رئيس الدولة ويدير البلد. حكومة هذا عبد الملك الوحش رئيس الوزراء يروح البيت والحكومة حقه، يولوا الملاجئ يقفلوا، يجلسوا بالبيت يجلسوا. وتسلم لنائب رئيس الدولة كافة الصلاحيات وندير المرحلة ونستعيد دولتنا. ما على جنوبي ما نشتيش، جنوبي يرقد الكشيدة لنا ثمان سنين والله ما يديروا دابة، والله ما يديروا صندقة، ولهم حق إدارة الدولة. السفراء كله جنوبيين، وكلاء الوزارات، الوزراء، الحكومة كلها جنوبية، واثبت انهم فاشلين والله العلي العظيم، ما يديروا صندقة. ونستعيد دولتنا، ولا مع هذا الكشيدة هذا رئيس الدنبوع ما احناش خارجين لا طريق. تمام، وسلامة قلبكم ودعواتكم لي، انا مسافر اليوم. مع باقي ما نشي ما جنوبي، معلش علي الحرم مطعم جنوبي، علي الحرم مطعمه. احنا قلنا يوم 26 نبدا الحمله حق هادي، هادي يقتلع مع ورور، يقتلع مع نشتي بوش، نطلع لنا حمار، نطلع لنا تنك. انا مسافر، انا جيت بس استلم البيت حقي، هذا البيت حقي، هذا الشقه حقي. يلا اللي قدرت ترجع تقولوا شكرا سلمان. حرق عقبالكم، الله يهدي لكم. خلاص مع باقي الشهداء. عزال حياك يا عزال، الله يبارك، الله يبارك. اقبالكم يا شباب، اقبالكم. قلنا لكم اليوم الاول جو، تعالوا اللي معه قرشين، قالوا الاقتصاد التركي سينهار، المدري موس، ما احد انهار الا احنا، الحرام ما حد منهار بالعالم الا اليمنيين. اللي يدخل امريكا قد ما يخرجونا، لا تدخل شنطه واحد. اقفل، يلا حاضر، مع السلامه. مدري منو قال اقفل. اردوغان ما راحش القمه العربيه، هي قمه عربيه، اردوغان تركي ماهوش عربي. شات تدخل امريكا، قاموا يخرجونا، عادك شات تدخل امريكا. ابو، يا ابو قاسم، تحياتي لكم.